أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا أكثر من سؤال جاء ويقال فيه أنه ظهر الآن من الناس من يقول بأن المهدي قد ظهر في أرض المشرق وأنه سيأتي برايات سود، والسؤال ما حكم ما موقفنا حول هذه الأخبار وما هي علامات المهدي وصفاته؟ المهدي مبطن، هم يقولون طلع المهدي، وكل طائفة تدعي إن صاحبها هو المهدي، المهدي الذي جاءت به الأحاديث تواترت به الأخبار، هذا في آخر الزمان عند قبيل ظهور الدجال، قبيل ظهور الدجال له علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وألف العلماء في بيان صفاته، وألفوا مؤلفات مستقلة وداخلة في أمهات الكتب، فالأمر موضح ولله الحمد. وأما الدعاوى كل يدعي أنه المهدي، وأن خرج بجماعته، خرج بجماعته المهدي، والدعاوى لا تصدق، لا تصدق، ولا ينبغي أننا نتأثر بهذه الأمور، علينا أننا نتثبت في الأمور ونرجع إلى علمائنا، ولا نتأثر بهذه الدعايات أو نصدقها أو تشكل علينا أبدا. في واحد ظهر من سنتين أظن في المشرق يدعي أنه هو المهدي، وكاتب للولاة يقول لا خلاص أنتم معزولين، ولكن اشتغلوا لما يجي البديل عنكم. هذا مخبلين ذولا، في رؤوسهم يعني في رؤوسهم تخبيل، يدعون المهدوية أو يريدون التدجيل على الناس. نعم.